بنتي صغيرة عندها 6 سنين كتضيع، أنا ما عندي لا ما نبيع لا ما نرهن، أنا دابا اليوم كنقولها قدام الله وقدام المغرب وقدام الناس اللي في الدنيا الأوروبية المحسنين، باغي نبيع كلوتي. السلام عليكم خوتي وتحياتي لكم وشكرا لكم وشكرا لجلالة الملك الله ينصرو ويطول في عمرو، وكنشكر السلطات اللي حاضية هاد البلاد وحاضية التراب الوطني داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وشكرا للناس اللي كيتفاعلوا والناس المحسنين. أنا بغيت نوصل الرسالة ديالي للناس المحسنين، الله يجازيكم بخير. أنا هاد الناس ديال الجمعية ديال مكناس راه ما داروا معايا حتى حاجة، راه مرتي مسكينة مشى لها الشوف بقوة الإهمال عام هذا وأنا كنتسنى، عام وما كيديوني بالوعود كذبة، عام هما كيستغلوا الضعف ديالي، عام هما دايني باليوم غدا، علاش هاد الشيء هذا؟ بغيت نفهم واش انا ماشي مغربي، واش انايا ما عندي لا اب لا ام، ما عندي اللي حن عليا سوى الله، ضارب 10 سنين ديال الحبس، في التجارة في المخدرات ما كنتش شفار، ودابا منين وقفت عليهم درت النداء الاول والنداء الثاني ما كانش يستجب ليا، فهمتي؟ يعني كنشوف راسي انايا علاش هاد الشيء هذا كيوقع ليا؟ علاش اللي انا مرتي مسكينه ما كتشوفش من عينيها؟ وعندنا جوج ديال الاولاد، ويلاه ولدات دابا عاد ولد عنده 10 شهور، لله انا كنطلب كنشوف هاد الناس هادو المحسنين اللي كيعطيو فلوسهم للجمعيات ديال مكناس، راه ما كاينش شي واحد كيقول لكم انا كندير، ولا انا كنغلى داك التصاور اللي كتشوفوا داك لي فيديوهات، راه غير العائله ديالهم وغير اصحابهم وغير المعارف ديالهم، حتى القفه ديال الرمضان اللي كيعطي سيدنا ولا اللي كيعطيو المحسنين راه ما كتوصلش بها، ولهذا الله يجازيكم بخير من هذا المنبر انا كنقول لكم الله يرحم الوالدين اللي بغى يوقف شي وقفه في هذا العواشر وهذا رمضان اللي جاي، انتم راكم غدوزوا رمضان في ديوركم، انا راه غندوزوا في الطبيب، انا غندوزوا في الطبيب انايا هانتوما. الا قلت لكم هذه تحليله وحده طلبوا لي تحليله وحده ديال الشبكه ديال العينين ب 5000 درهم، ها هي هاد الطبيب. عندي بنتي صغيره عندها 6 سنين مسكينه ما كتشوفش، الاوراق كيكذبوا ولكن الصح باين، البنت صغيرة مسكينة في عمرها 6 سنين ما كتشوفش، مرتي مسكينة نعسات ما كتشوفش، لهذا أنا كنشوف هاد الناس هاد الجمعيات اللي سيدنا الله ينصرو ويطول في عمرو كيدعمهم وكيعطيهم، والناس المحسنين كيعطيو، والناس اللي برا كيعطيو، واللي في الدول الأوروبية كيعطيو، وهما غير كيجمعوا، كيديروا المصالح ديال ولادهم، كيديروا المصالح ديالهم، كيقريو ولادهم في المدارس العليا، كيديروا البروجيات الواعرين برزق من؟ برزق الضعفاء، برزق الفقراء، برزق المساكين، برزق بني السبيل، ذويات الاحتياجات الخاصة، ودوه الإعاقة البصرية والإعاقة الذهنية، حنا واش حنا ماشي مغاربة؟ واش حنا ما عندناش حق عليكم؟ واش أنتم ما عندكمش حق علينا؟ لهذا أنا كنوجه الرسالة ديالي، عييت نتسنى عام، عام وأنا كنتسنى بهاد الناس المحسنين، لكما الله نطيح في شي واحد اللي يهز بيا، أنا لا أب لا أم، أنا حياتي مشات غير في الحبس، أنا حياتي مشات في التبزنيز، أنا مكناس أي بلاصة درتي فيها تلقى الدم ديالي ما غتوصف فيها، أي بلاصة دزتي سولت أنا وشكون أنت ما بقاتش واكلها، لهذا الله يجازيكم بخير، أنا هاد النهار باغي نهضر وباغي نتكلم وباغي نوصل واحد النقطة للناس المحسنين، أنا باغي نبيع كلوة ديالي، أنا باغي نبيع كلوة ديالي باش نداوي مرتي وبنتي، علاش أنا كنشوف تحقرت في بلادي، تحقرت في وسط بلادي، تحقرت في وسط الوطن الحبيب اللي كنبغيوه، في وسط هذا الوطن العزيز اللي كنقولوا حنا مغاربة، باش حنا مغاربة، إلا أنا مغربي ما قاهريش، تدمرت، دمرتني الوقت، دمرتني الحياة، أمي ولدتني بثلاث أيام رمتني في السبيطار بعد ما صبحاتش، ما عرفتهاش، السيد اللي كان مربيني مات، أنا تزوجت باش ندير أسرة لراسي، تزوجت باش نكون راسي ونكون أنا عائلة، حيت أنا العائلة ما عنديش، علاش هاد الناس كيديروا هاد الشيء؟ بغيت غير نفهم علاش هاد الناس كيديروا هاد الحقرة لينا حنا الفقراء، علاش كتجمعوا الفلوس من عند الناس؟ وكتقول لهم راه حنا كنعطيوهم وراه حنا كنديروا لهم وراه حنا كنعاونوهم، راه ما كاينش اللي يعاونني، وانا كنتحدى اي واحد، انا طالب اعدام، الى الناس كيطلبوا عام ولا عامين طالب اعدام، انا دابا ما بقيتش محمل، ما بقيتش قاد على هاد الوعود الكذيبه، عندي النوامر ديال الناس عيطوا ليا، قال لك غادي نصيفطوا لك وغنديروا نوقفوا معاك، ما كاينش اللي وقف معايا، ما كاينش اللي يعاونني، انا دابا كنقولها لكم من هاد المنبر، وكنقولها للجميع خوتي المغاربه والمحسنين واللي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، انا كنقولها باغي نبيع كلوه ديالي، انا باغي نبيع كلوه ديالي باش نداوي مرتي، اللي بغى شي واحد شي كلوه الا مريض انا بغيت نعطيه كلوه بثلاثة المليون عباد الله، باغي نبيع كلوه بثلاثة المليون باش نداوي مرتي، باش نداوي بنتي الصغيره اللي عندها 6 سنين وما كتشوفش، علاش هاد الناس كيقول لك راه حنا كنديروا وراه حنا كنجمعوا وراه حنا كنشوفوا،
وعلاش هاد الحقرة؟ علاش هاد الظلم؟ علاش هاد الشي كامل؟ بنتي في عمرها 6 سنين ما كتشوفش، عباد الله مرتي عندها يلاه ولدات، يلاه ولدات مرتي مسكينة ماك مشى لها البصر هذا. أما عباد الله عام وأنا كنقول لهم مرتي كتضيع، مرتي غيمشي لها الشوف، مرتي كيتطور فيها المرض، اتصلوا بيا، تلقوا اللايف معايا، تلقوا التليفون معايا، الشكوى اللي ما يزاول ينام، الشكوى الله تعالى.